السلام عليكم، اهلا بيكم. ده الفيديو الثامن من سلسله فيديوهات اكسل بيزكس. الفيديو ده يا جماعه واحده من اهم الفيديوهات الموجوده في الكورس، هنتكلم فيه عن بناء الصيغ والدالات. في الفيديو اللي فات رقم 7 اتكلمنا في الشيت الاول هنا اللي هو بيزك فيرست عن اساسيات بناء الصيغ والدالات. لازم تشوف الفيديو ده قبل ما نبدا في الفيديو الجديد. تحت الفيديو ده هتلاقي فيه لينك فيه الكورس بالكامل، كمان الفايل اللي احنا شغالين عليه هتلاقي فيه لينك تاني فيه كل الملفات اللي موجوده في خلال في الكورس، علشان لو حبيت تطبق معايا. انا اروح للشيت التاني بيلدينج فورمولاز وابدا باول فكره. انا هنا عندي جدول فيه سيرفيسز، سيرفيس A وسيرفيس B، وعندي ايام من السبت للجمعه، وانا محتاج اجمع كل يوم السيرفيس A وسيرفيس B عشان اشوف الانكم الدخل كام. فانا هحدد الخليه اللي هي D2، خليه D2 هنا، واكتب يساوي، وبعدين احدد الخليه اللي هي B2 بلس من الكيبورد، وبعدين C2 واضغط انتر. طبعا احنا شفنا في المره اللي فاتت، في الفيديو اللي فات، ان انا ممكن احدد الخليه الاولى وبعدين اضغط على مربع الاخضر اللي تحت يمين الخليه واسحب لتحت علشان يطبق نفس الصيغه على الخليه اللي تحتها. يعني اذا كان هنا بيجمع B2 زائد C2 اسكيب، هضغط هنا دبل كليك هلاقيه بيجمع B8 زائد C8، لان انا هنا استخدمت سيل ريفرنسز او اسماء الخلايا، والخلايا المستخدمه هنا خلايا نسبيه ريلاتيف، يعني بتتغير لو تغير مكانها، لو عملت لها كوبي وحطيتها في اي مكان تتغير. طيب لو ضغطت اسكيب، لو انا عملت كوبي لواحده من الخلايا وجيت مثلا على خليه تانية زي الخليه دي وضغطت انتر او بيست، لو ضغطت دبل كليك هلاقيه بيجمع الخليتين على شماله. طيب لنفرض هضغط كنترول زد، لو لنفرض انا خدت منها كوبي وحطيتها مثلا هنا، طبعا هنا مفيش خليتين على شمالها، في خليه واحده بس على شمالها، بس خليني اجرب. لو ضغطت انتر هلاحظ هنا انه ده تاني ايرور يصادفنا في الكورس بتاعنا، ريفرنس، وده معناه انه الريفرنس الاول اللي هو على الشمال مش موجود. فانا لو ظهر عندي الايرور ده في اي وقت، يبقى انا اكيد بنسبه كبيره جدا بعمل كوبي لخلايا فيها صيغ. هضغط انتر واضغط كنترول زد اكتر من مره علشان يلغي اللي انا عملته، هضغط اسكيب كمان. الفكره اللي بعدها، في وانا ببني الصيغه في شيء اسمه داله فانكشن في برنامج الاكسل، وبرنامج الاكسل فيه اكتر من 400 فانكشن بتساعدني في تحليل البيانات. لو رحنا فوق هنا على فورمولاز هنلاقي فيه هنا فانكشن لايبراري، او فيها كاتيجوريز من الفانكشنز، كل واحده منهم ليها وظيفه بتاديها في برنامج الاكسل. اشهر خمسه فانكشنز في برنامج الاكسل هم الخمسه اللي مكتوب اسمائهم هنا تحت: سم، افريج، كاونت، ماكسيمم ومينيمم. نبدا باول واحده سم. سم بتجمع نطاق من البيانات، فانا هحط المؤشر في الخليه الفاضيه اللي جنب كلمه سم، وبعدين من هوم ممكن اروح هنا على العلامه السيجما دي واختار منها من السهم كليك، وبعدين الاقي هنا في عدد من الفانكشنز الخمسه. لو اخترت سم كليك يبدا يكتب يساوي اللي هي بدايه اي صيغه او داله، وبعدين يكتب اسم الداله سم، وبعدين يفتح الاقواس ويكتب رينج من البيانات من D2 الى D8، يعني النقطتين اللي هنا دول كولوم معناهم الى، من الى رينج. لو ضغطت انتر يبدا يديني ناتج مجموع كل الخلايا اللي فوق 10,000 وشويه. طيب افريج، افريج هو المتوسط الحسابي، يعني بيجمع مجموع كل القيم اللي موجوده في الخلايا وبعدين يقسمها على عددها. طبعا انا عندي هنا العدد 7 ايام اللي هم 7 ايام الاسبوع من السبت للجمعه. خليني اجربها، هروح مره تانية على هوم وبعدين فوق هنا على علامه الاوتوسام، هفتح واختار افريج. هلاحظ بقى هنا ان هو اخد النطاق من D2 الى D9، وده مش صح. انا بجمع او بعمل عمليه على السبع ايام الاسبوع بس، فانا اروح اضغط داخل الخليه، جوه الخليه هنا مش بره على الطرف، هضغط في الخليه، هضغط كليك واسحب لتحت علشان احدد بس من D2 الى D8، وبعدين اضغط انتر. متوسط اليوم عندنا 1475. متوسط هنا معناه ان انا دخلت في السبع ايام 10,300، يبقى المتوسط بتاعي كام في اليوم؟ او انا عندي ناس بياخدوا رواتب 20,000 جنيه في الشهر، وهم عددهم 20، فكم متوسط الرواتب؟ متوسط الرواتب 1000، لكن فعليا مش كل واحد بياخد 1000، ممكن واحد بياخد لوحده 5,000، وممكن واحد تاني بياخد 500 جنيه. طيب الفانكشن الثالثه كاونت، ودي اسمها كاونت او كاونت نمبرز، يعني لو حددت الخليه اللي تحت بعدين اخترت من علامه الاوتو سام واخترت منها كاونت نمبرز كليك، هيبدا يديني النطاق غلط. ممكن هنا اصح النطاق بس بطريقه ثانيه، هحدد بدل 10 اخليها 8، فهو هنا اخد من اول D2 ل D8.
هضغط انتر، ودول عدد الخلايا اللي بتحتوي على ارقام. يعني الفانكشن دي وظيفتها ان هي بتجمع عدد الخلايا او بتعد عدد الخلايا اللي بتحتوي على ارقام. ماكسيموم بتعرض اكبر قيمة في نطاق الخلايا، يعني اكتر يوم بعنا فيه كان كام. هبدأ استخدم نفس الطريقة ماكس، وبعدين احدد الخلايا 7 ايام واضغط انتر. اكبر قيمة موجودة في الخلايا هنا هي 2175، والعكس اقل قيمة. لو حددت مينيموم وبين حددت الخلايا وضغطت انتر، اقل قيمة هي 900. اقل يوم او اقل يوم بعنا فيه كان 900. دول اشهر 5 دلات في برنامج الاكسل بيستخرجوا معلومات. يعني لو عندي جدول موظفين وحبيت اعرف كم عدد الموظفين هستخدم كاونت، لو حبيت اعرف كم متوسط رواتب الموظفين هستخدم افريج، لو حبيت اعرف كم مجموع رواتب الموظفين في الشهر هستخدم سم، لو حبيت اعرف اكتر موظف بياخد راتب كم واقل موظف بياخد راتب كام هستخدم ماكسيموم او مينيموم، ماكس ومين. لو انا ضغطت على اي واحده منهم دبل كليك، هلاحظ ان هو بيكتب يساوي اسم الفانكشن، بعدين يفتح اقواس ويكتب الرينج. فانا لو متمرس اكتر على برنامج الاكسل ممكن اكتبها كتابه، لو يعني ممكن احدد ديليت وابدا اكتب يساوي سم، ودي طريقه تانية لادخال الفانكشن بالكتابه بالكيبورد، ودي الافضل زي ما هنعرف بعد شويه. فانا كتبت يساوي سم، اعطاني ليست من كل الفانكشنز اللي فيها كلمه سم، وبعدين بدا يكتب جنب كل واحده منهم الوظيفه بتاعتها. يعني سم بتعمل اد اول نمبرز ان رينج اوف سيل، بتجمع كل الارقام في نطاق من الخلايا. طب سم اف دي ليها وظيفه تانية، سم اف وظيفه ثالثه، وهكذا. فانا محتاج اول واحده اللي هي اسمها سم، هضغط عليها دبل كليك وبعدين احدد الرينج كليك واسحب واضغط انتر، فيبدا يجمع الرينج اللي حددته، واكتب مره تانية يساوي افريج، هضغط عليها دبل كليك افريج، طبعا ممكن اقرا وظيفتها دبل كليك، وبعدين احدد الخلايا واضغط انتر. بما انها فانكشن واحده فمفيش داعي ان انا اعمل اغلاق للاقواس، ممكن اضغط انتر على طول، او ممكن اقفل الاقواس شيفت وصفر واضغط انتر، وبعدين يساوي كاونت دبل كليك احدد انتر يساوي ماكس دبل كليك احدد انتر يساوي من دبل كليك وحدد وانتر. طيب ليه بقى الطريقه دي افضل من الطريقه الاولى؟ لانه ممكن يكون عندي مثال تاني زي اللي تحت هنا. في عندي هنا الانكم، وفي عندي مجموعه اكسبنسز مصاريف، الدخل والمصاريف لشركه ما. فانا لو حبيت اعرف النت انكم اللي هو صافي الدخل كام، المفروض ان انا اطرح مجموع كل المصاريف من الدخل. فانا هكتب الاتي في الخليه الفاضيه اللي تحت اللي جنب نت انكم، هكتب يساوي، وبعدين احدد الخليه اللي فيها الانكم الدخل كله، بعدين ناقص، وبعدين ابدا هنا ابني الداله اللي اسمها سم، سم، وافتح الاقواس او اضغط عليها دبل كليك، وبعدين احدد نطاق الخلايا اللي هو فيه الاكسبنسز، وبعدين اقفل الاقواس. هنا بقى لازم اقفل الاقواس. لو ضغطت انتر هيديني الناتج طرح الانكم ناقص كل الاكسبنسز المصاريف. طيب فكرة كمان أخيرا نختم بيها الفيديو ده، بالنسبة للأفريج، الأفريج علشان أطلع الناتج بشكل صحيح لازم أتأكد أنه لا يوجد خلايا فاضية في النطاق. بمعنى إيه؟ هو الأفريج بيتحسب إزاي؟ الأفريج بيتحسب كالآتي، لو كتبت يساوي سم وضغطت عليها دبل كليك أو تاب في الكيبورد، هحدد رينج من الخلايا اللي هو نفس الرينج اللي فيه الدخل الخاص بكل يوم، بعدين أقفل الأقواس، وبعدين على اقسمه على كاونت، هكتب كاونت دبل كليك وحدد نفس الرينج. طيب هو هنا بقى هيعمل ايه؟ هو هنا هيجمع نطاق الخلايا كله ويديني الناتج، بعدين يقسمه على عدد الخلايا اللي هو كاونت. لو ضغطت انتر يطلع الناتج بالشكل ده، الناتج ده نفس الناتج اللي فوق. طيب لو انا حبيت اعمل ايفالويت للفورمولا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، من فورمولا هختار هنا ايفالويت، هيبدا يقول لي انه ناتج الجمع طلع الرقم ده، وناتج الكاونت طلع 7، وبعدين في الاخر قسمهم على بعض طلع 1400 وشويه. طيب حلو قوي، كلوز. في اكسل في افريج فانكشن، يعني ممكن اكتب يساوي افريج واضغط دبل كليك عليها واحدد الخلايا، فيكون اسهل كتير من اللي عملته قبل شويه. لكن لو انا اخدت اي واحده من الايام اللي فوق وليكن مثلا اليوم الاخير ده وضغطت الديليت، المفروض ان هو يجمع كل القيم اللي موجوده فوق وبعدين يقسمها على 7. لا، هو هنا هيقسمها على 6. يعني خلينا كده نشوف، لو حددت
وبعدين ايفالويت، وبعدين عملت ايفالويت مره كمان، هنا بيقسم على 6 مع انه هما 7 ايام. يعني معنى كده ان الناتج ده، سواء الناتج ده او الناتج ده، الاتنين غلط. طب الحل؟ الحل ان انا ما اخليش خلايا فاضيه في النطاق. طب اكتب فيها ايه؟ اكتب فيها 0 واضغط انتر، ده الناتج الصحيح. طبعا انا كتبت 0، لكن عشان انا عامل من الفورماتنج، ودي في الدروس اللي فاتت، عامل اكاونتنج فورمات او عامل كوما ستايل، فالصفر ما بيظهرش، لكن لو خليتها جنرال هيظهر الصفر. في الحاله دي ناتج الافريج هنا صحيح، ان هو بيبدا يجمع كل الايام، كل الدخل الخاص بالاسبوع كله، وبعدين يقسمه على عدد ايام الاسبوع اللي هو 7. هوقف الفيديو عند الفكره دي، وابدا في الفيديو اللي جاي اتكلم عن الفرق بين الريلاتيف والابسولوت ريفرنسز، او المراجع النسبيه والمطلقه في برنامج الاكسل.